مقتطفات من حياة هيلين كيلر بصوت يزن الزبن. ولدت هيلين كيلر في ريف إيفن جرين بولاية ألاباما الأمريكية في اليوم 27 من شهر يونيو لعام 1880. وعندما بلغت 19 شهرا أصيبت بمرض التهاب السحايا والحمى القرمزية، مما جعلها تفقد أعظم حواسها السمع والبصر. وتقول في وصف حالتها: كان كثير من الناس يؤكدون أنني كائن حي أبله، وكنت كائنا لم ينتقل من عالم النور إلى عالم الظلام، بل وإنما إلى عالم السكون والحزن. عاشت الطفلة السنوات الأولى من عمرها في وضع مأساوي يصعب فيه التواصل بينها وبين عائلتها التي عاملتها بالكثير من الحنان والشفقة. عندما بلغت 7 من عمرها اقترح العالم الشهير جراهام بيل مخترع الهاتف على والدها بأن يستقدم لها معلمة من معهد بيركنز للمكفوفين بمدينة بوسطن. وقام والدها بمراسلة مدير المعهد يطلب مشورته، فأرسل له المربية آن سوليفان. بدأت بتعليم هيلين الحروف الهجائية باللمس داخل كف اليد، وقد وجدت المعلمة في طريقة برايل فرصة لتتعلم هيلين القراءة. وبعد 2 من الجهد تمكنت الطفلة من إجادة القراءة بطريقة برايل، وأجادت الطباعة أيضا على الآلة الكاتبة المصممة بنفس حروف برايل. وتمكنت هيلين من الاطلاع على العديد من الكتب وكتابة عدد منها وبعض المقالات الخاصة بها. تقول هيلين: ذهبنا إلى البئر وكان هناك شخص يضخ الماء، ووضعت معلمتي يدي تحت المضخة، وفي حين كان تيار من الماء البارد ينهمر على إحدى يدي، كانت معلمتي تكتب بإصبعها على يد الأخرى كلمة ووتر، في البداية ببطء ثم بعد ذلك بسرعة. وقفت ساكنة وكل تركيزي منصب على حركة إصبعها، وفجأة شعرت بحالة وعي ضبابية لشيء كان منسيا، وهكذا تكشف أمامي غموض اللغة. وكم كانت فرحة هيلين عظيمة وقد انفتح لها باب العالم الخارجي الذي كان موصدا دونها، ولم تعد إلى البيت إلا بعد أن سألت عن اسم كل شيء مرت به.